Rien de grave ou la haja, donc on va le remettre à l'état. على الساعة الواحدة صباحا تلقت مصالحنا نداء يتمثل في حريق داخل مستشفى أطفال في كانسال. توجهت مصالحنا إلى المكان فورا، تمثل في تسع شاحنات، منها تسع شاحنات وعشر سيارات إسعاف. الحريق تمثل في اشتعال الطابق الأرضي ومصلح الاستعجالات للأطفال، أين تم انتشار كثير الدخان كثير، وقامت مصالحنا بإجلاء الأطفال. الحمد لله لم نسجل أي خسائر في الأطفال، وهذا بجميع التحاق جميع الضباط والأعوان، تمثل حوالي في 60 عون بجميع الرتب، وحضور مدير الحماية المدنية في عين المكان. والحمد لله تمت السيطرة على الحريق في ظرف وجيز، والحمد لله لم نسجل أي خسائر لحد الآن. وتم إجلاء جميع الأطفال المتواجدين داخل مصلحة الاستعجالات إلى مصالح أخرى، مصالح صحية أخرى لحد الآن.